السلام عليكم متابعينا بكل مكان، معكم المهندس محمد حسن. اليوم راح نبدأ بأقوى دورة في الشات جي بي تي بالوطن العربي. أول وأقوى دورة راح تكون شاملة كاملة عن كل ما يتعلق بالشات جي بي تي، والدورة طبعا راح تكون عملي بشكل كامل. كل الدورة عملية، لكن اليوم بالذات فقط راح تكون نظري، اسمحوا لنا فيها، لكن في شغلات ضروري نعرفها، يعني في مصطلحات وفي شغلات أساسية لازم نعرفها قبل ما نبدأ الدورة حتى نبني عليها الدورة بشكل كامل. وهاي تعد أول محاضرة وأهم محاضرة، هاي الوحيدة إذا رحت عنها خلص لا تحضر بقية الدورة. أما إذا أعجبتك كمل، راح تكون دورة كثير حلوة وعملية، بس هاي المحاضرة اسمحوا لنا تكون فقط نظرية، الباقي كله عملي وممتع وحلو. خلونا نبدأ. أول شيء راح نبدأ بجي بي تي نفسه. شو يعني جي بي تي؟ هي اختصار لجنريتيف بريترند ترانسفورمر، يعني تحويل وتوليد النصوص بشكل كامل حتى نتعامل معها. طبعا هي تقنية انتجتها شركة اوبن اي اي المختصة بالذكاء الاصطناعي في اواخر عام 22، يعني تقنية جديدة كثير، واللي بخليني اهتم فيها خلينا نشوف كم حجمها. حجمها مجرد ما بدأت هاي الشركة راحت شركة مايكروسوفت عظمتها راحت اشتركت معها وساهمت 49%. شو 49%؟ 10 مليار دولار. تخيلوا شركة زي مايكروسوفت تروح تستثمر بشركة جديدة لسه ناشئة ب 10 مليار، شو يعني؟ يعني هاي المستقبل وهاي لازم ندرسها وهاي لازم نتعلمها. طيب شو هي الشات جي بي تي او الاوبن اي اي؟ هو عبارة عن روبوت دردشة ذكي او روبوت مختص بالذكاء الاصطناعي، تقدر تتحدث معه عن طريق الكتابة ويعطيك إجابات صحيحة 100% ودقيقة، وكل هاي راح نتعلمها لقدام. وطبعا بعطينا نص منسق ودقيق ومهم، مش بعطينا ولا فقرة هو حافظها عنده فقط خلص معلومة يعطيني إياها، لا بعطيني إياها بدقة وكفاءة عالية راح نعرف فيها لقدام. بس بهمني كمان شغلة عن جي بي تي الإصدار، كيف أعرف شو يعني الإصدار؟ جي بي تي اللي احنا راح نبدا فيه 3.5، يعني اسمه جي بي تي 3.5 هذا الاصدار. الاصدار اللي بعده اللي برضه راح نشرحه اللي هو جي بي تي 4 اللي هو احدث اصدار نزل لغايه الان. فبهمنا دائما لما حد يسالك شو الاصدار انت شغال عليه، خلص جي بي تي 3.5 جي بي تي 4. لازم نعرف الاصدار اللي احنا شغالين عليه ونعرف شو يعني جي بي تي. والان نبدا بالمصطلحات المهمه عندنا، وما تخافوا راح نختار فقط اهم ثلاث مصطلحات وراح نحكي عنهم بعجالة حتى ما نطول الدرس عليكم ما تملوا. والمحاضرة الجاي والبعد والبعد راح نرجع نكررهم، راح يكون الأمر سهل بالنسبة لكم. أول مصطلح هنا اللي هو فاين تونينج أو الضبط الدقيق. طبعا الضبط الدقيق يعني إنه يضبط لنا ويحدد لنا أداة جي بي تي حتى تعطينا الرد المناسب. كيف يعني؟ يعني مثلا أنا لما بتعامل مع نموذج عادي بكون حافظ عدة نصوص، بطلب نص معين بعطيني اياه نفسه دون تعديل، بس انا بدي اجابه محدده. يعني مثلا لو انا جيت سالت حكيت له شات جي بي تي اعطيني معلومات عن اشجار التفاح، الذكاء الاصطناعي هون شو راح يعمل لي؟ يعطيني معلومه محدده عن شجر التفاح وهذا اللي انا بدي اياه. لو رحنا لتطبيق ثاني او نموذج ثاني بدون الذكاء الاصطناعي ممكن يشوف كلمه اشجار خلاص يعرف ان في اشجار، يعطيني فقره كامله صفحتين ثلاث طويله عريضه فقط عن الاشجار وكيف تنمو، فوائدها للانسان، فوائدها للبيئة. طب هذا كله أنا ما بدي، أنا طلبت فقط لا شجرة معينة، شجرة التفاح، أنت دخلتني بحيط ليش؟ فهذا الشيء اللي بنحكي عنه فاين تونينج. الثاني مصطلح راح نحكي عنه اللي هو API أو Application Programming Interface، هو عبارة عن واجهة برمجية بتمكن المستخدم من التعامل مع البرمجيات ومع مواقع الويب. طبعا هذه بتكون تسألوا حدا عنها، معظم الشغالين في السوشيال ميديا بيهتموا فيها كثير، لأنه من أحد أهم استخداماتها، طبعاً مش كل استخداماتها لكن استخدام مهم إلها، اللي هو في تعلي ريتنج لموقع معين لحساب معين، تحديد النقرات، زيادة النقرات. فكثير بيستخدموها جماعة السوشيال ميديا حتى يعملوا ضغط على موقع معين أو على بروفايل معين أو يزيدوا عدد النقرات، من خلال إنه الإنسان بيتعامل مع هاي الواجهة البرمجية مجرد ما ضغط أو شيء تروح النقرة للحساب المطلوب. فهي بيكونوا مهتمين فيها كثير جماعة السوشيال ميديا، راح نحكي فيها أكثر لقدام، بس خلينا نشوف المصطلح اللي بعده. والمصطلح الأخير معانا اليوم اللي هو NLP أو NLP، وهو Natural Language Processing، وهي بيهتم أو علم بيهتم بالحاسوب كيف بتعامل مع الأشخاص أو كيف بحلل النصوص، وكذلك ترجم الآلية
ولغة التعلم الآلي هاي كلها بختص فيها النل أو NLP، وهاي بتهمنا كثير لقدام راح نحكي عنها أكثر وأكثر، بس بهمني تعرف المصطلح مبدئيا. طبعا هيك بنكون حكينا عن كل الملاحظات اللي بتهمنا، ما بضل إشي كثير بهمنا بهذا الموضوع، بهمنا فقط نعرف شو المصطلح، شو اختصاره، بهمنا جدا نعرف شو يعني GPT، بهمنا نعرف شو يعني الإصدار 3.5، شو يعني 4، شو يعني شو آخر إصدار نزل، بهمنا دائما نتابع حتى لو مش معي لو مكان ثاني أو أي شخص سألك شو تشات GPT، كون عارف شو يعني GPT، كون عارف شو يعني 3.5، كون عارف شو يعني 4، لأنه زي ما حكينا هاي لغة العصر، في عنا 3.5 في عنا 4 هاي إصدارات GPT، نكون عارفين شو هي المصطلحات اللي حكيناهم، كلهم ثلاث مصطلحات سهلة نعيدهم لأنه التكرار بعلم الشطار. أول مصطلح إنا حكيناه اللي هو فاين تونينج سهل، فاين تونينج ضبط دقيق، خلص لما نعرف فاين تونينج إحنا بنحكي عن ضبط دقيق، كيف نضبط الشات GPT أو GPT إنه يعطينا المعلومة اللي إحنا بدنا إياها بدقة ما يبعد عن الموضوع نهائيا. والAPI سهلة، ممكن كثير من الناس ما بيعرفوا شو يعني أصلا هي أو شو يعني ترمز لإيش أو اختصار لإيش، خلص بس بهمنا نعرف API، لا تحفظ نهائيا ولا تحفظ لي شو يعني المصطلح ولا شو ترجمته، ترجم لي بالعربي، خلص API، لما نحكي API نعرف شو هي ونكون فاهمينها. آخر إشي NLP اللي هي NLP زي ما حكينا، بس نحفظ شو هي أو نعرف شو هي حتى المحاضرات القادمة نعرف نتفاهم معها، غير هيك ما بهمنا. أنا عارف شوي هاي المحاضرة كان فيها زخم أو فيها مصطلحات، ذلك ما حبيت أول حكيت أختصرها شوية، نحكي عن أهم شيء حتى ما تمله. المحاضرات الجاية كلها إن شاء الله راح تكون عملية، راح نبدأ المحاضرة القادمة في التعرف على الواجهة الرئيسية. وقبل ما نبدأ بحب أنبهكم لشغلة، كثير ناس راح يشوف الواجهة يحكوا شو هالواجهة إحنا بنشوف فيه عليها إضافات، بنشوف واجهة كبيرة، لا إحنا بنبدأ بالأساسي ومع التدريج مرحلة مرحلة بنصير نضيف الإضافة. طبعا إضافة سهلة جدا ما تفكر فيها نهائيا، يعني بتنضاف بشكل بسيط، بس المهم انه لما اضيفها اعرف كيف اتعامل معها، مش مهم كيف اضيفها، اضيفها نقرتين ثلاث ضفنا الاضافة، طب كيف اتعامل معها؟ لذلك خلونا نبدأ المحاضرة الجاي بالواجهة البسيطة زي ما حكينا، الرئيسية اللي اصلا شات GPT عملتها عشان تكون بسيطة، فبنحاول نتعامل معها فقط، نتعرف عليها، بعد شوي بنضيف اضافة، بعدين بنضيف اضافة، حتى تصير عندنا كل الاضافات ونكون فاهمين كيف ضفناها وكيف نتعامل معها. اما بالنسبه لاي شخص حضر لغايه هون شكرا جدا، لا تنسى المتابعه واللايك، دائما شارك الفيديو حتى الكل يستفيد، ان شاء الله بنشوفكم الفيديو الجاي مع الواجهه الرئيسيه لبرنامج شات GPT.